رئيس الوزراء الإسرائيلي يتوعد منفذ عملية أرييل بالضفة الغربية وسط مواصلة الجيش الإسرائيلي البحث عنه بعد مقتل حاخام وجندي إسرائيلي. عباس زكي يرد على أقوال لبيد بقوله إن سلامة قتل مع مقتل رابن وعرفات إثر تصريحات للقيادي في كحول لافان والتي تحدث فيها عن انتظار زعيم فلسطيني كالسادات. وزير الخارجية الأمريكي سيلتقي نتنياهو في إسرائيل وذلك خلال جولة في المنطقة تشمل الكويت ولبنان. مقتل 3 أشخاص وإصابة 9 في هجوم وقع في هولندا والسلطات الهولندية ما زالت تبحث عن منفذ الهجوم التركي. الرئيس الجزائري يؤكد أن الشعب الجزائري سيقرر الدستور من خلال استفتاء شعبي وسط مساع لتشكيل حكومة جزائرية جديدة. بعد احتفاله المثير للجدل خلال ريمونتادا يوفنتوس وأتلتيكو مدريد، رونالدو مهدد بالغياب إيقافا عن موقعة أياكس في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا. النشرة المركزية من أخبار الساعة، تحية طيبة. توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بهدم منزل منفذ الهجوم المسلح في محيط مستوطنة أرييل في الضفة الغربية والتي أدت إلى مقتل حاخام ومستوطن وجندي وإصابة آخر بجروح يوم أمس. وقال نتنياهو في زيارة لموقع الهجوم أنه يتوعد بالوصول إلى منفذ العملية بأسرع وقت، مشيرا في هذا السياق إلى أن السلطات الإسرائيلية تعرفت على هوية المنفذ. هذا وأكد الجيش الإسرائيلي في بيان مواصلة عمليات البحث عن منفذ الهجوم الذي تمكن من الفرار رغم إصابته بعيار ناري في الكتف. نعلم هوية الإرهابي وقوات جيش الدفاع والشباك والأجهزة الأمنية تلاحقه عن كثب. نعلم أين هو يسكن وعثرنا على عائلته. أعطيت أوامر هذا الصباح ببدء العمل على هدم منزله والاستعدادات للقيام بذلك قد بدأت. ولمتابعة آخر تطورات هذه القضية من موقع العملية ينضم إلينا بشار صغير. مرحبا بك معنا بشار. في البداية ضعني في آخر التطورات. الجيش الإسرائيلي في بداية الأمر قال بأنه قتل منفذ العملية ومن ثم عاد ليصحح وقال بأنه مستمر في البحث عنه. نعم مهند، اسمح لي بأن أبدأ من آخر التطورات والتي تتمثل بإقدام مجموعات من المستوطنين على تنفيذ اعتداءات وهجمات على الفلسطينيين في محيط محافظة سلفيد، كما جرى على سبيل المثال عند بلدة كفل حارس. أيضا كنا قد رأيناهم هنا عند مفترق مستوطنة أرييل المقامة على أراضي محافظة سلفيد، وهم يحاولون التسلل بين الفينة والأخرى إلى هذه القرى، أي قرى محافظة سلفيد، من أجل تنفيذ هجماتهم. على الصعيد الميداني يستمر الجيش الإسرائيلي بأعمال البحث والتمشيط عن منفذ العملية الإسرائيلية. أنت قلت قبل قليل بأنه كانت هناك تضارب في الأنباء حول ما إن كان قد قتل أو اعتقل من هم على صلة بهذا المنفذ. كما تعلم فإن الجيش الإسرائيلي بحكم أنه هو من يطوق هذه المناطق وهو من يقوم بأعمال البحث والتمشيط هو يكون المصدر الأساسي بالمعلومة، وأحيانا يتم تسريب معلومات مغلوطة. لكن ما هو أكيد على الأقل وفق الرواية الرسمية العسكرية الإسرائيلية هو اعتقال شابين شقيقين لهما يشتبه بأن لهما علاقة بمنفذ العملية. سبق هذا اعتقال أفراد من العائلة واعتقال فلسطينيين آخرين يشتبه بأنهم لهم صلة بمنفذ العملية. على صعيد الميداني تستمر أعمال البحث والتمشيط على المنفذ، يشمل هذا الاعتقالات أيضا إغلاق الكثير من المداخل والطرقات المؤدية إلى القرى المختلفة. هنا على سبيل المثال المدخل المؤدي إلى مدينة سلفيت، مردة، كفل حارس، الزاوية، بروقين، الكثير من هذه القرى والبلدات تم إغلاقها ونصب البوابات الحديدية عليها. هذا الأمر أدى إلى الكثير من الناس كانوا عالقين الفلسطينيين لم يتمكنوا من العبور. الجانب الإسرائيلي سمى ذلك بالطوق العسكري ويأتي في سياق الإجراءات البحث عن منفذ العملية، الفلسطينيون سموا ذلك عقابا جماعيا. طب بشار، فيما يتعلق بموقع هذه العملية شهدنا اليوم زيارة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. نتنياهو توعد فيما يتعلق بهذه النقطة
هدم منزل منفذ هذه العملية، وقال بأنه سيقوم بإقامة وحدات استيطانية جديدة في المنطقة. كيف يقرأ السكان في تلك المنطقة والمستوطنون أيضا زيارة نتنياهو عندما نتحدث عن نوع من الاستياء لدى المستوطنين والسكان الإسرائيليين فيما يتعلق بالأمن الإسرائيلي؟ قراءة هذا الموضوع مهند يتوقف على من يقرأ. كل شخص، كل طرف سواء كان فلسطيني أو إسرائيلي يقرأ الموضوع من زاويته. لو نبدأ من الجزئية التي تفضلت بها وهي مجيء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى هنا إلى هذه المحطة حيث جرت العملية وعملية الطعن في البداية. هنا جرى الجزء الأول من هذه العملية المزدوجة، هو تعهد بهدم منزل عمر أبو ليلى منفذ العملية. وبالفعل الجيش الإسرائيلي اليوم كان قد اقتحم منزله وأخذ قياساته تمهيدا لهذا الهدم، وأيضا تعهد ببناء المزيد، ببناء المئات من الوحدات الاستيطانية في مستوطنة أرييل. والآن كل شخص يقرأ هذا من زاويته. الفلسطينيون على سبيل المثال يقرؤون هذا باعتبار أنه استغلال لهذه العملية من أجل حملة سياسية له، حملة استيطانية وشروع في بناء المزيد من المستوطنات. الإسرائيليون يروا ذلك يأتي في سياق أيضا الحملة الانتخابية لرئيس الوزراء الإسرائيلي وزعيم حزب الليكود بنيامين نتنياهو. وبشكل عام هذه الخطوات هي دوما كنا نسمعها في عقب كل عملية عاد البحث عن منفذ العملية، يتم يترافق معها التعهد بهدم منزل منفذه وأيضا ببناء المزيد من الوحدات الاستيطانية في المستوطنة التي جرت فيها العملية. نعم، بشار صغير مراسلنا المتواجد في مكان هذه العملية وتنفيذها كنت معنا من هناك، شكرا جزيلا على نقل الصورة. في رد رسمي فلسطيني على تصريحات القيادي في حزب كحول لافان يائير لابيد والتي قال فيها أن حزبه ينتظر قائدا فلسطينيا كالسادات وأنه لا يتم تقسيم القدس، أكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عباس زكي في تصريحات خاصة أن فكرة السلام قتلت باغتيال رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إسحاق رابن وتغيب الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات. مع إقراره بمعاناة الفلسطينيين وأن إسرائيل ليست السبب في تلك المعاناة، قال رئيس حزب كحول لافان الإسرائيلي يائير لابيد والمشارك في تحالف أزرق أبيض أنه يجب التحلي بالصبر لانتظار زعيم فلسطيني يحمل رؤية الرئيس المصري الأسبق أنور السادات مع امتلاك شجاعة رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق مناحيم بيغن. أقوال رد عليها الفلسطينيون بأن إسرائيل هي التي تعرقل عملية السلام وتتنكر للاتفاقيات الدولية الموقعة بين الطرفين. أن إسرائيل تسمي جيش دفاع وتمارس الهجوم، الآن هي تمارس التنكر لقرار الشرعية الدولية، التنكر لحقوق الإنسان، التنكر لكل يعني ما هو قائم عليه فلسفة العصر، والآن تتحدث إنه الفلسطيني بحاجة إلى سادات. لبيد قال أيضا إنه يجب الانفصال عن الفلسطينيين بطريقة حذرة لأن الشعب الفلسطيني لا يؤمن إلا بقتل اليهود. الطرف الفلسطيني من جهته أكد أنه بحاجة إلى شريك يؤمن بالسلام للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي، وهو ما لا تملكه إسرائيل في الوقت الحالي، بل إنها غيرت المشهد كليا بقتل رابين وتغييب الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات عن المشهد، واللذان توصلا إلى أول اتفاق سلام في تاريخ الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. إنه الفلسطيني عمل كل ما يمكن من أجل أن يجد نتيجة لهذا الصراع الكبير والذي بدأ يقتنع به رابين الذي هذا رجل مهم وقتل. لابيد وفي تطرقه لعملية السلام المستقبلية أكد أنه لن يتم تجزئة مدينة القدس مع استحالة حق العودة، ولا يوجد ما يسمى باللاجئين الفلسطينيين، وصفا الأمر بأنه خدعة. نحن بحاجة إلى زعيم فلسطيني كالسادات، هذا ما ورد على لسان القيادي الإسرائيلي يائير لابيد، إلا أن الجانب الفلسطيني يرى أن إسرائيل هي من تعرقل عملية السلام وتزعزع الأمن والاستقرار في المنطقة. من مدينة رام الله، عبد الرحمن الكحلة، I24 News. ومن رام الله ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني السيد هشام عبد الله. السيد هشام، أرحب بك معنا. في البداية، كيف يمكن أن نقرأ هذا الرد الفلسطيني الرسمي لI24 News فيما يتعلق بتصريحات لابيد التي قالها هنا أيضا بأنه يريد شريك فلسطيني ورئيس فلسطيني كالسادات كما قال؟
يعني واضح تماما ان لبيد، واعتقد ان الرد يجب ان يكون على لبيد وليس على الموقف الفلسطيني، لانه متوقع ان يكون الموقف الفلسطيني زي مثل التصريحات هكذا. وايضا متوقع ايضا في مثل هذه الظروف والظروف الانتخابيه التي تشهدها اسرائيل والصراع والتنافس على اشده، من يكون يمنيا اكثر من الاخر، من يكون متصلبا في وجه الفلسطينيين، من ينفي وجود الفلسطينيين هو الذي سيسود في الانتخابات. تحالف ازرق ابيض الذي ينتمي اليه لبيد تعرض لضربه كبيره قويه من نتنياهو بعد تسريبات عن اختراق هاتف جانس رئيس هذا التحالف. فبالتالي مرة أخرى يعيد السياسيون الإسرائيليون كما في حالة لبيد هذه المرة الضربة إلى الفلسطينيين ليقولوا أنه ليس هناك على الجانب الفلسطيني من يمكن التحدث عليه. ما نسمعه من لبيد هي مضامين وألفاظ لا تنم فقط، ليس عن عدم وعي فقط، ولكن عن انجرار إلى الآخر في التنافس اليميني الشديد داخل إسرائيل. سيد هشام، الذي يتوقعه الفلسطينيون سياسة وشعبا من الانتخابات الإسرائيلية القادمة؟ لربما إذا فاز حزب كحول لافان في نهاية المطاف، شاهدنا هذه التصريحات سواء من مشيع لون من بيني جانس، وأيضا هنا نشهد يائيل لبيد، والتي قال فيها بشكل واضح بأنه يؤيد فكرة الانسحاب من الأراضي الفلسطينية، ولكن على أن يكون هذا الانسحاب انسحاب حذر، وقال بأن القدس لا يتم تقسيمها في حزبه أو فترة حكم حزبه. ليست هناك توقعات كبيرة، على الأقل بالنسبة للتجربة السابقة القاسية منذ بداية عملية التسوية السياسية منذ أوسلو وتوقيع أوسلو عام 93، وشهدنا حتى بعد أن وقعت إسرائيل مذكرة دولية تنص على إطار محدد زمني متفق عليه، مفاوضات نهائية تؤدي إلى تسوية سياسية كاملة بناء على حل الدولتين الأرض مقابل السلام، كل هذا تنكرت له إسرائيل. فبالتالي في خضم هذه المنافسة اليمينية الكبيرة كما يحدث خلال الانتخابات الحالية، لا أعتقد أن الفلسطينيين يعولون كثيرا على إسرائيل. على إسرائيل أن تستيقظ وتعترف أنها دولة محتلة، وأنه لا يمكن إنهاء هذا الصراع سوى من خلال إنهاء الاحتلال. سيد هشام عبد الله الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا عبر الخط الهاتفي من مدينة رام الله، شكرا جزيلا لك. أدى قرار المحكمة العليا في إسرائيل القاضي بمنع بن آري من ترشح الانتخابات الكنيست، بينما صادقت المحكمة على مشاركة عفر كسيف ومشاركة تحالف العربية الموحدة مع التجمع إلى ردود فعل عاصفة كثيرة في اليمين واليسار الإسرائيلي. وفي السياق الانتخابي، كشف استطلاع جديد عن تقليص كبير للفارق بين تحالف كحول لافان والليكود لأول مرة منذ إعلان التحالف عزمه خوض الانتخابات. بعد أن أصدرت المحكمة العليا في إسرائيل قرارها منع ميخائيل بن أري رئيس حزب عثمة يهوديت المشاركة في الانتخابات البرلمانية، شهدت الساحة السياسية الإسرائيلية ردود فعل متفاوتة حول القرار. وفور إصدار القرار هاجم بن أري المحكمة العليا خلال مؤتمر صحفي، معتبرا إياه تصفية سياسية له وضربة قوية بثقة الجمهور. يوجد هنا طغمة قضائية التي تطالب بالسيطرة لنا على الحياة، يقولون لكم أنه يوجد ديمقراطية، هذه ليست ديمقراطية، يوجد طغمة قضائية أخذت الحكم بأيديها. قرار المحكمة العليا حول الأخيرة إلى فريسة الأحزاب اليمينية التي بدأت بتوجيه الحملة الانتخابية ضد الجهاز القضائي. وقد كشفت اليوم أيلت شاكيد رئيسة حزب اليمين الجديد عن خطتها للجهاز القضائي. خطة أيلت شاكيد تنص على إلغاء لجنة تعيين القضاة في المحكمة العليا، إقامة جلسات استماع جماهيرية لقضاة المحكمة، بإمكان كل وزير الشروع والوقوف أمام المحكمة بعكس قرارات المستشار القضائي، تمرير قانون المستشارين القضائيين في المكاتب والوزارات الحكومية، وأيضا تقييد صلاحيات المستشار القضائي للحكومة. في المقابل، رحبت أحزاب المركز واليسار بالقرار. رئيس كحول لافان بيني جانس أكد أن القرار يثبت أنه ما زال هناك قضاة في القدس. في وقت يحتدم به النقاش السياسي بين الأحزاب الإسرائيلية، أظهر استطلاع الرأي الأخير لقناة i24 News تفوق بيني جانس على بنيامين نتنياهو، بينما أظهرت الاستطلاعات الأخرى تقليص الفارق بينه وبين كحول لافان.
يستقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هذا الأسبوع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قبل أن يتوجه بدوره إلى واشنطن للقاء الرئيس دونالد ترامب. ويبدأ بومبيو غدا جولة جديدة في الشرق الأوسط تستمر حتى السبت، ويزور خلالها الكويت وإسرائيل وأخيرا لبنان. وقال وزير الخارجية الأسبوع الماضي أن القاسم المشترك في كل محطة سيكون مساعدة هذه الدول على تعزيز جهودها لاحتواء الجمهورية الإسلامية في إيران. حول ذلك انضم إلينا في الاستوديو الخبير في الشؤون السياسية الإسرائيلية سيد شكيب الشنان. مرحبا بك معنا سيد شكيب. كيف يمكن قراءة هذه الزيارة؟ بومبيو قال بأنه سيتحدث فيها لربما عن صفقة القرن أو حتى عن التواجد الإيراني في سوريا والملف الإيراني، ولكن في السياق هذه الزيارة تأتي مع قرب موعد الانتخابات سيد شكيب، ونرى هذا الدعم الأمريكي في نهاية المطاف لإدارة ترامب لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. دعنا نقول أن موضوع صفقة القرن غير مطروح حتى جدلا، لأنه لن يتم عرضها قبل الانتخابات في 9 أبريل في إسرائيل. ونتنياهو حسب رأيي وحسب رأي كل من ينظر إلى الأمور بمنظار قراءة صامتة للحقيقة، يعلم مضمون صفقة القرن وطلب تأجيلها، وترامب وهذا يأتي في تفسير زيارة وزير خارجية أمريكا. ترامب وإدارة ترامب تريد أن تدعم نتنياهو للعودة إلى سدة رئاسة الحكومة، لأنه شريك مهم جدا بالنسبة لهم ويفضلون بقائه. إلى أي مدى يؤثر هذا فعليا على الساحة الإسرائيلية؟ طبعا 3 أسابيع أو 4 أسابيع قبل الانتخابات شخصية مرموقة كوزير خارجية أمريكا يأتي إلى إسرائيل ويلاقي رئيس الحكومة ويتبادل معه الحديث، بغض النظر عن أي تصريح يكون، الصورة بحد ذاتها كان هناك زعماء إسرائيليين سابقين يسافرون إلى أمريكا من أجل الحصول على صورة مع الرئيس الأمريكي أو مع وزير الخارجية الأمريكي. هنا اللعبة متغيرة، وزير الخارجية الأمريكي يأتي إلى إسرائيل ليعطي صورة الأهمية والاحترام والوجود للرئيس نتنياهو، وأيضا على ما يبدو أيضا تهيئة الأجواء، يعني يمكن رئيس وزير الخارجية يهيئ لزيارة نتنياهو التي ستكون بعد أسبوعين إلى الولايات المتحدة الأمريكية للقاء ترامب. طب سيد شنان، إلى أي مدى تؤثر هذه القضية بالفعل على الساحة السياسية الإسرائيلية؟ حتى قضية الدعم الأمريكي لإسرائيل، شاهدنا في نهاية المطاف في فترة حكم نتنياهو رئيس قرر نقل السفارة الأمريكية للقدس، اعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وحتى نتنياهو ذكر ذلك مرات عديدة حتى في دعايات الانتخابية بأنه يوجد دعم أمريكي حقيقي في فترة حكمه لإسرائيل. هنالك صراع كبير حول ماهية ونوعية المواضيع المطروحة على الطاولة في الانتخابات. كحول لافان والأحزاب المركز واليسار والمعارضة يحاولون إعطاء صبغة التعامل مع الفساد والرشوة والقضاء وكل هذه الأمور للمعركة. نتنياهو يرد على ذلك بعدم الرد وعدم الذهاب إلى هذه المجالات، ويأتي بإبراز السياسة الخارجية، بإبراز نجاحاته الاقتصادية وإلى آخره. ومن ضمن يعني بصورة غير مباشرة، الولايات المتحدة الأمريكية شريكة في المعركة الانتخابية، ولكن يجب أن نذكر شيء واحد فقط، بغض النظر أي حزب يقوم بالنجاح ينجح في أن ينتخب في دولة إسرائيل، الإدارة الأمريكية تتعامل معه لأن الأهمية الاستراتيجية لإسرائيل وعلاقة الولايات المتحدة الاستراتيجية مع إسرائيل تفوق كل الاعتبارات السياسية الرخيصة على الصعيد الداخلي. نعم أم لا؟ نعم، وهذا مرتبط بشكل أو آخر بنتنياهو، يعني الجميع يعلم هذا الدعم الذي يقدم لنتنياهو في الساحة السياسية الإسرائيلية. أكيد، ولكن يعني يفضلون نتنياهو في أنا أتوقع أنه الأمريكيين
يتابعون الأحداث السياسية في إسرائيل، يعني كل دولة في العالم، ولكن أمريكا اهتمام خاص فيما يجري على الساحة الإسرائيلية، وعلى ما يبدو يقومون بنشاطات وتحركات لدعم نتنياهو، ولكن بنفس الوقت يأخذون بعين الاعتبار إمكانية فوز حزب آخر ويتعاملون مع الساحة الإسرائيلية. يعني الغريب أنه في كل المرات السابقة كل مرة كان يأتي وزير الخارجية الأمريكي لزيارة إسرائيل كان يكون له لقاء مع رئيس الحكومة واللقاء مع رئيس المعارضة. المرة هاي اللقاء مع رئيس الحكومة والذهاب مكوكيا إلى أماكن أخرى. خبير الشؤون السياسية الإسرائيلية سيد شكيب شنان، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة. إلى شأن آخر، أوصى مجلس النواب الأردني الحكومة الأردنية بطرد السفير الإسرائيلي من عمان وسحب السفير الأردني من تل أبيب ردا على أحداث المسجد الأقصى. وضع النواب خلال الجلسة التي ترأسها رئيس المجلس عاطف الطراونة وحضرها رئيس الوزراء عمر الرزاز وشهدت مشاجرة ومشادات كلامية، دعت الحكومة إلى مخاطبة مجلس الأمن الدولي لوقف السياسات الإسرائيلية كما قالوا. ووقع الشجار على خلفية كلمة ألقاها النائب هديب قال فيها إن هذه الحكومة والتي سبقتها والتي ستأتي وهذا المجلس ومن سبقهم ومن سيأتي لا يستطيع أن يستدعي السفير الأردني من إسرائيل على حد قوله. أعلن وزير الدفاع السوري العماد علي عبد الله أيوب أن جيشه سيحرر مناطق سيطرة المقاتلين الأكراد المدعومين من واشنطن على غرار مناطق أخرى في سوريا عن طريق المصالحات أو القوة العسكرية. وقال خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس أركان الجيش العراقي والقوات المسلحة الإيرانية في دمشق إن الجيش سيحرر هذه المنطقة كما حرر معظم المناطق الأخرى في سوريا. أهم عوامل القوة في الجيش العربي السوري وهي قادرة على الفعل والتأثير، وأمريكا وغيرها سيخرجون من سوريا كما خرجوا من مناطق أخرى لأن هذا الوجود غير شرعي ومرفوض بغض النظر عن المسوغات التي يتم تسويقها. وقد أكدت سوريا ضرورة انسحاب تلك القوات ومن دون شروط، فهي قوات احتلال وتشكل انتهاكا لسيادة الدولة السورية. تعمل قوات سوريا الديمقراطية على تضييق الخناق أكثر فأكثر على مقاتلي داعش المحاصرين شرق سوريا تزامنا مع خوضها اشتباكات عنيفة واستهدافها بدعم من التحالف الدولي. هذا وذكرت وسائل إعلام سورية أن رؤساء أركان جيوش سوريا وإيران والعراق عقدوا اجتماعا نادرا في دمشق. نفت الولايات المتحدة الأمريكية التسريبات التي تحدثت عن بقاء 1000 جندي أمريكي على الأراضي السورية للتنسيق مع الأكراد في الوقت الذي تستضيف دمشق لقاء جمع بين رؤساء الأركان السوري والعراقي والإيراني، والذي طالب جميع القوات الأجنبية التي دخلت الأراضي السورية دون طلب من الحكومة السورية بالانسحاب. ويأتي الاجتماع لتأمين طريق بغداد دمشق البري الذي يعتبر العصب الأساسي لطهران ويمر عبر منطقة التنف التي تسيطر عليها القوات الأمريكية. وفيما يزور المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا جير بيدرسون دمشق ويلتقي وزير خارجيتها وليد المعلم، صرح المبعوث الصيني الخاص لسوريا من العاصمة الأردنية عمان عن مواصلة العمل لتحقيق التسوية السياسية في سوريا، وأن دور الصين في القضية السورية هو تعزيز السلام والحوار. دور الصين في القضية السورية هو تعزيز السلام والحوار، وهو الدور الرئيسي الذي لعبناه، ومن مزايانا مشاركتنا مع جميع الأطراف. لقد بعثنا برسالة واضحة للعالم بأننا بحاجة إلى تعزيز الحوار السلمي والمفاوضات واستخدام الوسائل السلمية والسياسية للتعامل مع الأزمة السورية. وعلى الجبهة الشرقية، ضربات جوية نفذتها قوات التحالف الدولي وقصف مدفعي مركز على آخر جيب لتنظيم داعش في سوريا بحي الباغوز على ضفة الفرات، مما ينذر باقتراب خروج الدخان الأبيض والقضاء على داعش، حيث تقدم مقاتلو قوات سوريا الديمقراطية إلى مواقع جديدة داخل الحي صباح اليوم. وعلى الرغم من أن هزيمة التنظيم في الباغوز ستنهي سيطرته على الأراضي المأهولة في المساحات التي سيطر عليها في سوريا والعراق عام 2014، إلا أن مسؤولين من المنطقة ومن الغرب يتوقعون أن التنظيم سيظل يشكل تهديداً.
قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن العقوبات الأمريكية على بلاده تعتبر جرائم ضد الإنسانية، وأن طهران ستقيم دعوى قانونية ضد مسؤولين أمريكيين بسبب الصعوبات المفروضة على إيران. وأضاف روحاني في كلمة نقلها التلفزيون الرسمي أن العقوبات الأمريكية أثرت على قيمة الريال الإيراني وفاقمت التضخم، لكنه قال إن الحكومة الإيرانية ستتغلب على فرض العقوبات الأمريكية على طهران. العقوبات الأمريكية على بلادنا أثرت على قيمة الريال الإيراني وفاقمت من التضخم، لكن حكومتنا ستتغلب على الصعوبات. العقوبات هي جرائم ضد الإنسانية، وطهران ستقيم دعاوى قانونية ضد مسؤولين أمريكيين بسبب العقوبات المفروضة على إيران.